بسم الله الرحمن الرحيم. شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هناخد النهاردة اول سيكشن في الفروتس، وهنتكلم النهاردة على انترودكشن بسيطة كده فيها تعريف والوظيفة وتقسيمة الفروت، واربع امثلة لنباتات من فاميلي اسمها الامبليفرا هناخدها بالتفصيل. اول حاجة ايه هي الفروت؟ الفروت دي عبارة عن developed and ripened ovary or ovaries، يعني الاوفري اللي انت فاكر جزء الفلور اللي انت درسته، الاوفري اللي هو المبيض لما بينضج بيتحول الى الفروت، فالاوفري كله على بعضه بيديني الفروت. البويضات اللي جوه الاوفري بتتحول للسيد. الجدار بتاع الاوفري او الاوفريول ده بينضج بيديني حاجة اسمها بيريكارب او جدار الثمرة او الثمرة نفسها. يبقى الفروت كلها على بعضها جاي من الاوفري. الجدار بتاع الاوفري ده بينضج بيديني حاجة اسمها بيريكارب او جدار الثمرة، والاوفيولز او البويضات اللي جوه الاوفري بتنضج بعد كده عشان تديني السيد. طب ايه وظيفة الفروت؟ الفروت اهم وظيفة ان هي بتحمي السيد اللي جواها، وبتمثل كغذاء للجنين اللي موجود في السيد ده، وده بيساعد ان النبات ينتشر ويتكاثر بعد كده. عاوزك تفتكر معايا الكلام اللي خدته في الفلاور، حاجة اسمها جينيسيوم ده عضو التكاثر الأنثوي في الزهرة، ممكن بيسمى برضو بيستل، ممكن بيسمى أوفري، ماشي. ده الفيميل ريبرودكتيف بارت اللي بتكون من جزء فوق لو فاكرين اسمه ستيجما، وبعد كده جزء مستطيل اللي بنسميه القلم أو الستايل، والجزء المنتفخ اللي تحت اللي بيبقى فيه البويضات ده الأوفري أو الكاربل. طيب ممكن الزهرة يكون فيها اوفري واحد او يكون فيها اكتر من اوفري، اكتر من كاربل. الكاربلز دي لو منفصلة عن بعضها بنسميها ايبوكاربس، لو الكاربلز التحمت مع بعض بنسميها سينكاربس. يبقى كلمة جينيسيوم، كلمة بيستل، كلمة كاربل دي معناها الفيميل ريبرودكتيف بارت، عضو التكاثر الانثوي في الزهرة. لو بيتكون من اكتر من اوفري، في حالتين لاكتر من اوفري، يا اما يكونوا متحدين مع بعض عاملين ستراكشر واحد شكل واحد بنسمي الاوفري في الحاله دي سينكاربس، لو كل اوفري لوحده بنسميهم ايبوكاربس. نيجي نشوف بقى الستراكشر اوف ذا فروت، تركيب الثمره. زي ما قلنا ان الفروت دي جايه من اوفري حصل له ديفلوبمنت، حصل له ماتوريشن، فلما الجدار بتاع الاوفري بينتفخ ويتحور ويديني حاجه بنسميها بيريكارب. البيريكارب ده بيبقى جواه سيدز مترصصه ومترتبه على حاجه اسمها المشيمه او البلاسينتا. طيب البيريكارب ده اللي هو جدار الثمره بقى اللي هو جاي من الاصل من جدار المبيض او الاوفري بول، بيتكون من 3 طبقات 3 layers. اللير الخارجية اسمها ايبيكارب، ايبي زي ما احنا عارفين دي بادئة او بريفكس معناها خارجي، لو تفتكر كلمة ابيديرمس يبقى اول ما تشوف كلمة ايبي ده الطبقة الخارجية، كارب قلنا عشان ده جزء من البيريكارب او الكاربل، يبقى الايبيكارب دي الاوتر لير. الميزوكارب، كلمة ميزو وهيمي وسيمي الكلام ده كله معناه بريفكس معناه وسطي او ميدل تيشو. الاندو زي الاندوديرمس والاندوسبيرم وهكذا، اندو دي بادئه بمعنى انر او داخلي، يبقى البيريكارب بيتكون من 3 طبقات، طبقه خارجيه ايبيكارب، طبقه داخليه اسمها ميزوكارب، طبقه داخليه. يبقى البيريكارب بيتكون من 3 طبقات، ايبيكارب الطبقه الخارجيه، ميزوكارب الطبقه الوسطى، واندوكارب الطبقه الداخليه. عشان تفهم ناخد مثال على ثمره الخوخ. ثمرة الخوخ هتلاقيها متكونة من 3 طبقات اللي هو البيريكارب، الجزء اللي انت بتاكله على بعضه ده جزء من البيريكارب. اول حاجة السطح الخارجي الليثري اللي عامل زي القشرة ده البرتقاني دي الايبيكارب، وبعد كده الجزء الداخلي العصاري اللي انت بتاكله اللي هو لونه اصفر شوية ده الميزوكارب. الجزء الداخلي خالص اللي هو عامل زي الخشب ده الاندوكارب جوه السيد. يبقى عندنا ايبيكارب خارجي، ميزوكارب طبقة وسطى، اندوكارب طبقة داخلية. في نوعين من الفروت خدت انت الكلام ده في الثانوي،
مهم تعرفهم، ثمرة كاذبة وثمرة طبيعية أو ترو. الترو فروت اللي هي جاية من أوفري، زي ما قلنا أوفري حصل له ماتوريشن أو ديفلوبمنت، اداني فروت زي ثمار المانجو والخوخ والكلام ده كله. بتلاقي الطبقة الخارجية زي ما قلنا الثلاث طبقات بتوعنا موجودين، ايبيكارب ميثوكارب ميزوكارب اندوكارب، وتلاقي البذرة في النص. في حاجة بقى اسمها فولس فروت. فولس فروت دي اللي هو مش بتبقى الثمرة مش جاية من الأوفري بس، لأ جاية من حاجة تانية غير الأوفري، أو الأوفري معاه حاجة كمان، زي مثلا التفاح. التفاح الجزء الفليشي أو الجزء اللي بيتاكل ده مش الأوفري، الجزء الفليشي ده عبارة عن الريسبتكل أو الهايبانثيم. الريسبتكل اللي هو التخت اللي بيبقى في الأساس شايل الزهرة، ده هو اللي بيبقى تحول للفروت، الجزء اللي انت بتشوفه من الفروت. أما الثمرة أو البريكارب بتبقى الجزء الداخلي اللي الخفيف اللي حوالين البذور اللي جوه. يبقى ترو فروت جاية من أوفري أو جاية من جينيسيوم بس، فولس فروت جاية من جينيسيوم مع الأجزاء التانية من الزهرة، أو جاية أو في الأساس جزء غير الأوفري. دي صورة تانية للفولس فروت. قلنا الجزء الأبيض الكبير ده ريسبتكل محوط، الجزء اللي عامل قلب صغير جوه ده البريكارب أو الفروت. نخش بقى دلوقتي على الكلاسيفيكيشن اوف فروتس. أول حاجة يا شباب، الفروتس ليها 3 أنواع: سيمبل وأجريجيت وكومبوزيت. سيمبل معناها إن جاي من سنجل فلاور، جاي من زهرة واحدة، سواء بقى فيها اوفري واحد او اكتر من اوفري، بس بشرط يكونوا ملتحمين في بعض او في التكوين اللي بيسميه سينكاربس. يبقى اما اوفري واحد لا اما سينكاربس اوفري، اكتر من كاربل ملتحمين في بعض، ده بيديني السيمبل فروت. الاجريجيت ده بيجي من بيجي من الايبوكاربس اوفري، يعني برضو جاي من زهرة واحدة بس الاوفري اللي فيها في اكتر من كاربل منفصلين عن بعض، التكوين اللي بنسميه ايبوكاربس اوفري. الكومبوزيت ده بيجي من اكتر من زهره مع بعض اللي بنسميها انفلوريسنس او نوره، خدتها سنه فاتت في الفلاور. يبقى الفروت لو منشاها جاي من زهره واحده فيها اوفري واحد او اكتر من اوفري ملتحمين مع بعض، واكتر من كاربل ملتحمين مع بعض، اللي هو السينكاربس، بنسميها سيمبل. لو جايب من زهرة واحدة بس الأوفري في أكتر من كاربل منفصلين عن بعض، اللي هو الإيبوكاربس أوفري، سميه أجريجيت. لو جاي من مجموعة أزهار اللي هي بتبقى في شكل اسمه انفلورسنس أو نورة، ده بنسميها كومبوزيت. نبدأ بالسيمبل. السيمبل أو الثمرة البسيطة في منها نوعين، لا إما دراي لا ساكيولنت. دراي اللي هي ناشفة أو جافة ما فيهاش عصارة، زي حباية القمح. حباية القمح ثمرة؟ أيوة. عاوزك تفرق بين فروت بتترجم بالعربي لكلمتين، ثمرة وفاكهة. كلمة فاكهة اللي هي ما يتفكه به من الطعام، اللي هو اللي انت عارفه، اللي هو تفاح برخوخ إلى آخره. ثمرة دي كلمة معناها أوفري نضج اتحول لثمرة، ممكن تكون بقى الشكل حباية الذرة دي ثمرة، حباية القمح دي ثمرة بس مش فاكهة. فاحنا الترجمة الحرفية للفروت اللي بندرسها اسمها ثمرة مش فاكهة. فعندنا السيمبل لما تكون دراي جافة زي حباية القمح، لما تكون ساكيولنت زي الخوخ أو المانجو. الدراي يبقى دراي بيريكارب، البيريكارب بتاعها دراي. الساكيولنت ده فليشي بيريكارب مليان عصارة. الدراي بتتكون بتتقسم لـ3 أنواع على حسب هل الثمرة بعد ما تنضج بتفضل محتفظة بالسيد جواها ولا بتفتح عشان تطرد السيد. فعندنا 3 أنواع. الديسنت دي ان الفروت بعد ما بتنضج بتفتح عشان ترمي السيد جواها وتديني نبات جديد، بتطرد السيد من جواها، دي ديسنت. ديسنت يعني بتتشق عشان تطلع السيد اللي جواها. انديسنت لا، بتحتنيها محتفظة بالسيد حتى بعد النضج، ما بتنفتحش ولا بتنشق. طيب الشيزوكاربيك او السكيتسوكاربيك فروت دي بتجمع بين صفتي النوعين اللي فاتوا، يعني بتلاقي الفروت بتتقسم نصين فكده دي هيسنت، وفي نفس الوقت
كل جزء بيحتفظ بالسيب بتاعه ما بيطلعهاش، فدي indehiscent. يبقى بتتقسم نصين وكل نص محتفظ بالسيب ما بيطردهاش، هي دي السكيتسوكاربك. يبقى التعريف بتاعها باي اور مالتي لوكلر فروت، يعني فروت فيها 2 كربلتين او اكتر بتتقسم لجزئين او اكتر، كل جزء بيحتوي على السيب بتاعته ما بيطردهاش، اللي هي indehiscent part. يبقى عرفنا دلوقتي ان الدراي دهيسنت بتفتح عشان تطلع اللي جواها، اندهيسنت لانها محتفظه بالسيد، سكيتسوكاربك او شيزوكاربك بتتقسم جزئين من الفروت، كل جزء من الفروت بيحتفظ بالسيب بتاعته ما بيطلعهاش. فما نيجي نتكلم على الدهيسنت يبقى هتطلع السيد اللي جواها، يبقى الانواع بتاعه الدهيسنت هتختلف في طريقه اخراج السيد من جواها او طريقه الفتح عشان تطلع السيد. فعندي الفوليكل دي الفروت بتفتح بتبقى عاملة زي القرن كده، وبتبقى مكونة من كربلة واحدة أو جاية من كربل واحدة، وبتفتح من جنب واحد بس عشان تطلع السيد، زي الصور اللي انت شايفها كده دلوقتي. ده عبارة عن زي القرن، بتلاقي السيد مترصصة جواها كربلة واحدة، بتفتح من جنب واحد بس عشان تطلع السيد اللي جواها، زي الشنطة أو المحفظة السوستة كده، تروح فاتحة ومطلعة السيد اللي جواها من جنب واحد، دي الفوليكل. طيب في نوع تاني اسمه ليجيوم، الليجيوم ده نفس النوع اللي فات، عبارة عن مونوكاربل بس بتفتح من جنبين زي الفول والبسلة والسنة والكلام ده، أي حاجة تبع فاميلي من أمثلة كتير موجودة في فاميلي الليجيومينوزا أو الفابيسي، عبارة عن قرن برضو، بتلاقي السيد جوه مترصصة بيفتح من جنبين يمين شمال عشان يديني السيدز. بس تاخد بالك ان السيدز بعد ما النصين دول بيتفتحوا بيكون ماسكين في جنب من الاجناب، لا اما ماسكين في الجنب ده، لا اما ماسكين في الجنب ده، لا اما ماسكين في الجنبين اللي اتفصلوا. ليه؟ ده هيفرق لي بين النوع ده والنوع اللي جاي. يبقى فوليكل بيفتح من جنب واحد، ليوم بيفتح من جنبين. النوع اللي جاي اللي هو اسمه سيليكوا، ده زي الليجيوم بالظبط، بيفتح من جنبين بس السيدز مش بتبقى ماسكة لا في الجنب ده ولا في الجنب ده، بتفضل ماسكة في غشاء رقيق كده في النص، غشاء شفاف بنسميه فولس سيبتم، حاجز كاذب بتترصص عليه الفروت، زي النباتات اللي بتنتمي للعائلة البرازيكيسي أو عائلة الماسترد. التلات أنواع دول عبارة عن قرون، الفوليكل بيفتح من جنب واحد، الليجيوم بتفتح من الجنبين بس السيدز بتفضل ماسكة في الجنبين دول، السيليكوا بيفتح من جنبين بس السيدز التانية مترصصة في فولس سيبتم أو حاجز كاذب كده شفاف في النص زي العائلة بتاع الماسترد. النوع الأخير من الديسنت الكبسول، احنا قلنا التلات أنواع اللي فاتوا عبارة عن قرون، لا الكبسول بقى بتبقى عبارة عن ثمرة واخدة شكل دائري. طب بتطلع البذور اللي فيها أو السيدز اللي فيها ازاي؟ بطريقة من التلاتة، لا إما عن طريق فالف، يعني فتحات بالطول دي بنسميها فالف، مش اسالك على الثلاث انواع بتوع الفالف، اعرف بس ان في الفالف بيفتح كده من الطول زي الثمره بتاع الداتوره، لا اما بيفتح عن طريق ثقوب في الثمره زي البوبي او الخشخاش ده ثمره الافيون، بتلاقي في فتحات كده في الثمره من فوق تطلع السيدز اللي فيها دي البورز، لا اما بتفتح عن طريق الجزء الفوقاني من الفروت بيفتح زي الغطا كده ويطرد السيدز اللي فيه. يبقى دلوقتي الدهيسنت فوليكل ده قرن بيفتح من جنب واحد، ليجيوم قرن بيفتح من جنبين والسيدز بتفضل ماسكة في الجنبين دول، سيليكوا قرن بيفتح من جنبين بس السيدز بتفضل مترتبة في الحاجز اللي في النص، الحاجز الأوسط اللي بنسميه فولس سيبتم، كبسول ده عبارة عن فروت دائرية بتفتح لا إما بشقوق بالطول زي الداتورة، لا إما بثقوب زي البوبي أو ثمرة الخشخاش، لا إما عن طريق ليد او غطا وزي غطا الحلة كده زي الهاوس يامس. دي الاربع انواع بتوع الديسنت، وان شاء الله ما يكونش فيهم مشكلة. الانديسنت بقى قلنا دول هيبقوا عبارة عن فروت او ثمرة ما بتطلعش البذور اللي فيها بعد ما بيحصل لها ماتوريشن، دي من عدة انواع هنفرق بين الانواع دي على حسب هل السيدز بتبقى ملتحمه بجدار الاوفري ولا لا، هي مش تفتح بس، الانواع اللي جايه هتختلف على حسب هل السيدز بتفضل ملتحمه جدار السيدز جدار البذره
ملتحم بجدار الثمرة ولا منفصل عنها. فعندي أول نوع الأكين، حاجة اسمها الأكين. لو بصيت على الثمرة بتاع الفراولة، الجزء المنتفخ ده اللي انت بتاكله الأحمر ده، ده ريسبتكل، ده ريسبتكل فليشي ريسبتكلز. طب أمال فين الفروت؟ الفروت عبارة عن النقر الصغيرة والحبيبات الصغيرة البنية اللي بتبقى مالية الفراولة. فكل واحدة من الفروت دي ثمرة بنسميها أكين. إيه هي الأكين؟ عبارة عن ثمرة جاية من كاربل واحدة بس، مونو كاربلاري. البيريكارب بتاعها، غشاء أو غلاف الثمرة، بيبقى فري أو مش ملتحم مع غلاف البذرة، يعني البذرة مش ملتحمة مع الثمرة. يبقى الأكين، أول ما اسمها كلمة أكين، دي جاية من مونو كاربل أوفري أو مونو كاربلاري، بيبقى البريكارب مش ملتحم او فري فروم التيستا. التيستا دي اللي هي غلاف البذرة. يبقى البريكارب اللي هي غلاف الثمرة مش ملتحم مع او فري من التيستا اللي هي غلاف البذرة، not fused with it. دي الاكين، زي قلنا الحاجات الصغيرة او الحبوب الصغيرة اللي بيبقى فيه الفراولة. طيب تاني نوع جرين. الجرين دي اللي هي الحبوب، زي حبوب القمح والذرة وهكذا. دي نفس التعريف بتاع الأكين بالظبط، مونوكاربيلاري، بس البيريكارب بيبقى ملتحم مع التيست. عشان كده لما بتكسر حباية القمح والذرة بتلاقي كل جزء واحد ملتحم مع بعضه، متقدرش تفصل البذرة عن الثمرة. عشان كده خطأ بيتقال عنها اللي هي بذرة، هي مش بذرة، هي ثمرة. يبقى الجرين عبارة عن مونوكاربيلاري، والبيريكارب ممبرينوس يعني خفيف كده، but fused with the testa، ملتحم مع غلاف البذرة، زي الفاميلي الجرامني أو العائلة بتاع الحبوب. تاني نوع النط أو الجوز. الجوز نفس تعريف الأكين بالظبط، يعني مونوكاربيلاري والبريكارب مفصول عن التستا أو عن السيد، بس البريكارب بيبقى وودي، بيبقى زي الخشب، هارد، صلب، زي حباية الجوز. الجزء الخشب اللي انت بتكسره ده المفروض الفروت، ده البيريكارب، ده غلاف الثمرة اللي بترميه. الجزء اللي انت جوه اللي بتاكله ده البذرة. لو انت مسكت حباية الجوز وهزتها كده، هتسمع ان البذرة بتتهز جوه، ده معناه ان هي مفصولة عن الثمرة. يبقى دي نط. يبقى اكين البيريكارب مفصول عن التيستا، جرين البريكارب ملتحم بالتيستا، النط زي الأكين البريكارب مفصول عن التيستا بس البريكارب خشب أو وودي. عندي حاجة اسمها سبسلة. السبسلة دي برضو قريبة من الأكين، بس الأكين كانت كاربلة واحدة بس، كاربل واحدة بس. السبسلة عبارة عن تو كاربلز وجواهم السيت. مثال عليها زي حباية اللب او اللب السوري. اللب السوري ما انت بتكسره بتلاقي بينفصل لجزئين، الجزئين دول لانه هو اصلا كان في العبارة عبارة عن حجرتين او اتنين كاربل مع بعض، وهتلاقي جواهم بذرة واحدة، والبذرة مش ملتحمة مع القشرة. فهي دي السبسلة. السبسلة عبارة عن، بيفرق بينها وبين الاكين، اللي الاكين بتيجي من كاربل واحدة بس، اما السبسلة بتبقى فيها اتنين كاربل او باي كاربلاري. الاتنين كاربل دول عاملين أوضة واحدة، عاملين حجرة واحدة فيها السيد، يوني لوكيولار. آخر نوع من الاندهيسنت فروت السمارة. السمارة دي عبارة عن أكين بس طلع لها جناح، يعني مونو كاربلاري، البريكارب فري فروم تيستا، بس السيد بيبقى وينجد أو طلع لها جناح، ده بيساعد في انتشار السيد. هي دي السمارة. مراجعة سريعة كده على الاندهيسنت: أكين مونوكاربيلاري يعني كاربل واحدة وفيها البيريكارب فري فروم تيست، الجرين مونوكاربيلاري وفيها البيريكارب فيوزد ويز تيست، النط زي الأكين مونوكاربيلاري وفيها البيريكارب فري فروم تيست، بط البيريكارب ماله بيبقى وودي أو هارد. السبسلة ده بيبقى باي كاربيلاري، هي النوع الوحيد الباي كاربيلاري، وبرضه السيد أو البيريكارب مش فيوزد مع السيد. السمارة دي زي الأكين بالظبط بس لها جناح، عشان كده بنسميها وينجد أكين أو وينجد وان سيدد فروت. بتسمع كلمة وينجد أكين، أكين مجنحة، دي السمارة. كده
خلصنا النوعين الاولين. تالت نوع واهم نوع اللي هو السكيتسوكاربيك او الشيزوكاربيك فروت، لان ده هيبقى اكتر النباتات اللي هندرسها من النوع ده. سكيتسوكاربيك فروت قلنا ان هي الثمره بتنقسم نصين، كل نص فيه السيد بتاعته ما بتطلعهاش بره، هي دي السكيتسوكاربيك فروت. هناخد مثال واحد بس من النوع بتاع السكيتسوكاربيك، بنسميه الكريمو كارب. كريمو كارب يبقى السكيتسوكاربيك فروت قلنا ان هما دايما كل الفروت اللي من النوع ده دراي بريكارب، البريكارب بتاعها دراي، لما بتنضج بتتقسم ل نصين او اكتر من جزء، كل جزء بيحتوي على سيد ما انديسنت بارت او بيحتوي على السيد بتاعته ما بيطلعهاش، وكل جزء بنسميه ميريكارب. يبقى كل ميريكارب ده عبارة عن جزء من السكيتسوكارب او جزء من من الاجزاء اللي انفصلت ومحتفظ بالسيد بتاعته. طيب لو الثمرة اتقسمت لنصين بس، لجزئين بس، دي بنسميها كريموكارب. يبقى في احتمالية ان السكيتسوكارب فروت دي بتتقسم لاكتر من جزء، كل جزء في السيد بتاعته. لو اتقسمت لنصين بس دي بنسمي الثمرة في الحالة دي كريموكارب، وكل جزء من النصين بنسميه ميري كارب. الكريمو كارب قلنا ان هو عبارة عن باي كاربيلاري باي لوكلر، يعني ثمرة فيها اتنين كاربلز هيتفصلوا بالطول كده عن بعض، وكل كاربل هتفضل محتفظة بالسيد بتاعتها، وكل جزء او كل كاربل بعد ما بتنضج بتسمى بالميري كارب. ده الشكل يا شباب. الجزئين اللي انت شايفهم دول في الاساس بيبقوا واحد، بعد ما الثمرة تنضج بيروح مفصلين عن بعض زي ما انت شايف كده، وكل جزء جواه سيد واحدة بس محتفظ بيها، فكل جزء اسمه ميريكارب. الثمرة على بعضها اسمها كريموكارب. الفاميلي اللي مشهورة بالنوع ده من الثمار فاميلي اسمها امبليفرا، اللي فاميلي العائلة الخيمية، ودي هتبقى اساس الشغل بتاعنا في الفروت، وهناخد منها اربع نباتات السكشن ده. والفاميلي دي برضو بنسميها ابيسي، امبليفرا او ابيسي. كده خلصنا السيمبل دراي فروتس. نخش بعد كده على السكولنت فروتس. سكولنت يعني فليشي، يعني فاكهة عصارية او ثمرة عصارية فيها عصارة. البريكارب فليشي مش دراي، فليشي. طيب السكولنت في منها نوعين، نوع اسمه دروب. دروب ده بتلاقي، افتكر اول ما تسمع كلمة دروب ثمرة الخوخ، اوصف الثمرة دي يبقى انت كده اتكلمت عن الدروب. الجزء الخارجي او الايبيكارب ليثري عامل زي الجلد او القشرة، جزء الميزوكارب الجزء اللي في النص ده فليشي مليان عصارة ومليان مية، الاندوكارب ده بيبقى هارد او وودي. في حاجة عاوزك تاخد بالك منها، في الخوخ مثلا الجزء اللي انت فاكره بذرة ده مش البذرة، ده عبارة عن الجزء الداخلي او الاندوكارب بتاع الثمرة وجواه البذرة، عشان كده ما بتكسر البذرة او اللي بتقول عليها بذرة بتاع الخوخ بتلاقي جواها بذرة تانية، فده لان الجزء اللي انت كسرته ده الجدار الداخلي بتاع البريكارب. فدلوقتي دروب يبقى الابيكارب اللي بره خالص ده ليثري، الميزوكارب اللي انت بتاكله ده فليشي، الاندوكارب الداخلي ده هارد وبيحتوي على السيد، ده كلمة دروب. طيب قلنا بقى الامثلة عليه كتير زي الاوليف اللي هو الزيتون، الابريكوت، البرقوق، والبيتش، الخوخ، والمانجو. النوع التاني اسمه بيري. البيري نفس الدروب بالظبط، باختلاف وحيد او اختلاف رئيسي ان الاندوكارب مش وودي ومش هارد، يعني البيري كارب بيبقى كله فليش، طبقة خارجية برضو في ايبي كارب موجود، الطبقة الداخلية بتبقى فليشي، بس الاندوكارب مش وودي ومش هارد. ده الفرق، زي مثلا الكوكمبر اللي هو الكيوكمبر اللي هو الخيار، زي الطماطم، زي السيترس فروتس اللي هي البرتقال وغيرها، تلاحظ ان ما فيهاش جزء الاندوكارب بتاعها مش هارد او مش وودي. ده الفرق الرئيسي بين الدروب وبين البيري. طيب نبدأ بقى بالفاميلي امبرليفرا، فافصل الفيديو خد ريست كده دقيقة، اشرب كوباية شاي في الدقيقة برضو، عشان ده بداية السكشن خدناه كله، ده انترودكشن، ده الشغل بتاع السكشن، بداية من امبرليفراس فروت. هنبدأ ناخد الجنرال كاركترز الصفات العامة بتاع الفاميلي، وناخد بعد كده كل نبات بالتفصيل.